السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعرب. النهاردة كنت عايز أتكلم في حاجة، ممكن أزهقتكم في الحكاية دي قوي. كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع فشل الزوجات في العلاقات الزوجية في دولنا العربية، وبعد كده اتكلمت على فشل الأزواج في برضو علاقاتنا في العلاقات الزوجية داخل وخارج دولنا العربية، وخصوصا كمان في الفلبين. يعني في ناس بتتجوز مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبتحصل حالات طلاق كتير جدا، وكذلك برضو نفس الحكاية بتحصل في دولنا العربية، حالات طلاق كتير جدا بسبب فشل الزوج او بسبب فشل الزوج. اللي هتكلم فيه النهاردة حاجة برضو كنا نتناقش فيها من كام يوم، ألا وهي أسباب حالات القتل والمجازر اللي بتحصل في حاليا في دولنا العربية. الناس عمالة يعني زوج أذل مراته، زوج سحل مراته، زوج طيب مراته، زوجة قطعت جوزها، زوجة هببت مش عارف ايه، وهكذا يعني. فالموضوع يعني بقى اوفر قوي لدرجة ان حتى لما تيجي تخش على الفيسبوك تلاقي الناس في كوميكس كده كتير قوي عن تريقة على الموضوع ده، او سخرية على الموضوع ده، في موضوع ان الازواج معرضين للقتل في اي دقيقة، او الزوجات معرضين للقتل في اي دقيقة، بس بالنسبة لأكتر الزوجات يعني هي اللي بتقتل الازواج. فكنا بنتناقش من كام يوم، فجت المناقشة بسأل سؤال، ايه هو الزواج بالنسبة لهدف الناس؟ وده اللي انا عايز اتكلم فيه النهاردة، ايه الزواج يعني ايه الهدف من الزواج بالنسبة للناس؟ فناس كتير كانت بترد او حتى يعني من زمان من خبرتي انا بقى مع زملاتي، مع اصدقائي، مع قرايبي، مع قرايب هنا كده، فبتسمع بقى ايه تقسم الناس عبارة عن شرائح، في يعني اهتمامات مشتركة من بين الطرفين الزوج والزوجة، وفي اهتمامات فردية ما بين الزوج لوحده والزوجة لوحدها. فحنقول الاهتمامات او اسباب الزواج في دولنا العربية عامة. فالزواج بالنسبة للطرفين، هنقول الحاجات اللي هي يعني مشتركة من بين الطرفين، في راجل بيكون عايز يتجوز يكمل نص دينه يعني، وفي ست بتكون او بنت بتكون عايزة تتجوز سترة وخلاص، ودي بتبقى مشكلة بالنسبة للست، لان في بعض الاهل بيجوزوا بناتهم في سن قاصرات 17 سنة و16 سنة، ويمكن لسه شايف حالة من كام يوم، يعني دراسة من كام يوم بالنسبة لمصر، يعني نسبة كبيرة جدا من البنات القاصرات متزوجات. طبعا الكلام ده مش مقتصر على مصر بس، هتلاقيه موجود كمان في السودان، هتلاقيه موجود في المجتمعات البدوية شوية، هتلاقيه في الأردن، هتلاقيه في فلسطين، هتلاقيه في السعودية، هتلاقيه في دول الخليج، يعني نوعا ما مش هتلاقيه موجود في بلاد المغرب الكلام ده، لكن موضوع زواج القاصرات ده هتلاقيه برضو موجود. فبيكون موضوع سترة وبس، يعني أنا بتجوز تمام، يا إما سترة يا إما بجوز بنتي سترة، والراجل بيقول لك أنا عايز أكمل نص ديني، يعني الموضوع خلاص كده، بيقول لك أنا أخدت حقي اللي هو الرؤية الشرعية وانتهت القصة. ده رقم واحد، وده مش هقول لك إن هو غلط، ده أكبر غلط. ليه؟ نسيبه لحد الآخر، ولا أقول لك نقوله دلوقتي أحسن عشان ما انساش في الآخر. الاختصار على الرؤية الشرعية فقط تمام، وان انت ما تعرفش طباعها ايه ولا الكلام ده، بقول لك لا اصلها من بنت حلال واهلها طيبين. حبيب قلبي يخلق من عالم فاسد ومن فاسد عالم، يعني مش مشترط الموضوع ان هي عشان من اهل طيبين، ما ممكن تكون يعني مخيلتها. في ناس كتير طلعوا ملاحدة وهي طالعة من بيت كل مسلمين، وكذلك بالنسبة للراجل مش شرط ان انت ارتضيتي بيه عشان هو وسيم او كان مبسوط ماديا او الكلام دوت، وارتضيتي كسطرة، يعني مش عارف سطرة يعني ايه سطرة، ان انت ارتضيتي بيه فانت ما تعرفيش اخلاقه، ما تعرفيش شكله هو نايم عامل ازاي، ما تعرفيش هو بياكل ازاي، ممكن يكون بيعمل حاجات غريبة اثناء ما بياكل.
فمش شرط حكايه الرؤيه الشرعيه ان انا خدت خلاص يعني اكتسبت الرؤيه الشرعيه وهي شافتني وانا شفتها وخلاص بقى ارتضينا مع بعض عشان الاهل كويسين. طبعا الكلام ده كله ملوش علاقه من الصحه تمام، وبعد كده بتحصل مشاكل والاتنين بيكونوش متفاهمين مع بعض نهائي، فبتأدي بعد كده اما الطلاق او بيحصل زي ما احنا بنشوف كده جرائم قتل وكل واحد بيقتل التاني والكلام ده. تاني حاجة الميول الجنسية، الراجل بيكون طبعا شباب، بيكون الكلام ده مع الشباب الصغيرين اعمار 18 19 لحد 25 سنة، بيكون بيبحث عن الميول الجنسية بالنسبة للطرفين يعني البنت والولد، بيبحث عن الموضوع ان هو ايه يعني يشبع رغباته الجنسية. وطبعا في الحالة دي بيبص على الشخص ان كان مفتول العضلات او ان كانت اللي هي البنت جميلة تمام باسمها جميل وشعرها جميل وبتاعه الكلام ده، وفي الحالتين دول غلط. ليه؟ لان الجمال فاني فاني يعني بعض لما بيوصل الشاب مثلا 40-45 سنة تمام بيبقى قدامه كرش متر ونص، نص اسنانه مكسرة زي حالاتي، شعره شايب، يعني القدرة الجنسية بتاعته ما بتكونش قوية لانه خلاص داخل في معامل الهدم يعني جسمه خلاص ما عادش ليه قدرة. كذلك البنت بعد لما توصل 30 سنة تبقى يعني خلاص يعني انساها يعني من جمال من كلام دوت، بتبقى برضو يعني في ترهلات والكلام دوت، لو كانت حملت او حاجة زي كده بيحصل فيه ترهلات والكلام ده. فاللي بيبحث عن الموضوع دوت طبعا الكلام ده انا بقوله عن تجربة شخصية من كذا واحد وكذا أسرة كانت علاقة معاهم وطيدة، فبتوصل لكده يعني التفكير بيكون كده في الأول وبعد كده بيندموا وبيقولوا يا ريتني. في اللي بيخش للزواج عشان يكون ليه أسرة وليه، هو مش مخيلته إن هو يكون ليه أسرة وبس، عايز يكون ليه أسرة وبس إن كان الراجل أو إن كان الست، ولا كان عايز عيال، عايز اخلف ويبقى حواليا عيالي، والراجل يقول لك انا عايز يبقى ليا عزوه، عايز يبقى مش عارف ليا ايه، عايز يبقى اسمي يتوارث. وغالبيه الناس دي يعني الموضوع بيكتمل بشكل يعني مش عارف اقول ايه، هكملها دلوقتي بس هقول ان الست اللي بتدور على ان هي تجيب عيال وبس، الزوجه اللي هي بتدور على ان هي تجيب عيال وبس فقط لا غير، بينتهي الموضوع معاها ان هي ما بتهتمش بالزوج وبتهمل فيه، وبناء عليه الراجل بيدور على زوجة تانية او زوجة تانية او بيخونها او بيعمل اي شيء، فهي اهتمت بشيء معين وما اهتمتش بالزوج، ما اهتمتش ان هي تكون على وفاق مع الزوج عشان تكمل معاه الحياة. وكذلك الراجل اللي بيكون عايز عزوة وعايز عيال حواليه وبتاعه الكلام ده كله، بعد كده لما بيكون ضغط العيال والضغط النفسي برضو بيدور على زوجة تانية، ما بيكونش موافق مع الزوجة. وحتى لو كان عنده عيال تمام وعنده عزوة، بتكون غالبية الناس دي بتدور على انتماءات لبعض الحاجات اللي عندهم في حياتهم، اللي هو ايه، كان ابوه وامه مطلقين، هو عايش وحيد في حياته، يعني كان ملوش اخوات وهكذا تمام، هم عايز يملي الفراغ او يشيل العقدة اللي عنده ان هو كان وحيد في حياته، فعايز يشيل العقدة دي. العقدة دي هي اللي بتخلي الناس تفكر في الجانب ده، والجانب ده رغم ان هو كويس ومظبوط وميت فل 14، لكن هم ما بيحطوش في دماغهم ان ممكن ان العيال اللي حواليا دول واللي انا وصلت بيهم مثلا لمجال وصلوا 23 سنة 25 سنة امثالهم هيتجوزوا وهيفترقوا، فالعزوة اللي انا اتجوزت عشانها دي هتفترق، فما ليش الا غير الزوجة برضو. فلو ما كانش الزوجة دي موجودة تمام انا مش حاضر اكمل حياتي، وحضر انها هدور على واحدة تانية اتجوزها برضو نفس القص، ورجعنا تاني نفس القص، فعيالي هيتجوزوا. بقولك لا انا هعملهم هقعدهم معايا في بيتي، مش كل العيال ترتضي ان هي تقعد معاك في بيتك، يعني حتى لو عندك يعني كان حد من قرايبي كان عنده 11 عيل بسم الله ما شاء الله وما عادش في بيته ولا واحد، عنده 11 عيل يعني كان مش فاكر كان 8 ولاد وكم بنت تمام، ما كانش في في في, في بيته ولا واحد وكانوا 11 عيل. فما يعني مش مختصر الموضوع، مش اكيد قوي ان عيالك هيقعدوا كلهم معاك، حتى لو كنت باني بيت كبير كل واحد وليه حريه شخصيه، ومش هتفرض على عيالك ان يقعد معاك. احنا مش في نظام حياتنا من 200 سنه، يعني ايام الفلاحين عندنا في مصر كان بيعملوا الحكايه ديت، لكن الحكايه دي ما عادتش زي زمان.
كمان هقول عن ان الست الميول بقى للزواج بالنسبه للرجاله تمام تختلف عن الستات. في رجاله بتدور على ان هو يعني يكون عايز زوجه تكون مكان امه، لان هو افتقد امه او حاجه زي كده، افتقد امه، وغالبيه الناس دي بتكون شخصيته ضعيفه قدام زوجته، يعني افتقد امه، افتقد حد من اسرته الكلام ده، فبيقوم جايب زوجه دي بناء عن كده. طبعا عقله الباطن هو اللي بيشغل على كده، وده رغم ان هم الناس دي بتعمر اكتر، لكن بيكون مش عايز اقول بيكون مذلول، بيكون يعني مكسور قدام زوجته، لان هو مرتضيها ان هي امه. وكذلك الست في بعض الميول اللي هي بتكون في دماغها ان هو واحد يصرف عليها وخلاص. يعني في اسر بتزوج بناتها تمام عشان واحد يصرف عليها وخلاص، واحد يصرف عليها تمام، او يسطرها او يقوم بيها وبحياتها وخلاص وانتهت. يعني الموضوع هو ما هو موضوع مادي اكتر من كده، ما فيش. في اصناف وحاجات زي كده كتير قوي، وطبعا بتختلف بقى من ميول لميول، لكن اللي انا جبته وشملته ده كله هو ده الشأن العام اللي بيكون ليه الرجاله بيكونوا عايزين يتجوزوا وليه الستات بيكونوا عايزين يتجوزوا. محدش فكر او نادرا او قليل اللي بيفكر في ان الزوجه او الزوج يكونوا على وفاء بعد الزواج. لما بتيجي تسمع تمام بعد لما بيحصل الزواج وتيجي تسمع تمام، مراتي زفت، مراتي طين، مراتي كذا، الزوجة تيجي تقول المتنايل على عينه، المتزفت على دماغه، إلهي يروح ما يرجع، مش عارف ايه، تيجي تسأل الناس دي انتوا يا جماعة طب انتوا ليه قائمين على الجواز حتى وقتنا هذا؟ يعني الزواج بتاعكم ليه قائم حتى وقتنا هذا؟ تسمع بقى الردود ايه؟ العشرة، تسمع ردود العيال، تسمع ردود قعدنا مع بعض كتير تمام، هل انتم بينكم بين بعض وفاق؟ لا نهائيا. فتسمع بقى ايه ان هو اعذار ان انا قاعد عشان العشره. طبعا العشره مش شرط، يعني في ناس توصل ل 25 سنه وبيحصل الطلاق، وبنشوف الكلام ده كتير قوي. انا شفت واحد بعد يعني يبلغ من العمر 80 سنه وزوجته عندها 60 سنه وانفصل، وكانوا عايشين مع بعض فوق الحاجه 40 سنه، حاجه 40 سنه، لكن هم كانوا على مدى المده دي كلها بدون وفاق، يعني كل المده دي كلها كانت صينين العشر بس، والعيش والملح اللي اكلوه مع بعض. وده احنا كده بنتكلم على اتنين صحاب، ما بنتكلمش على زوج وزوجه. كذلك تيجي تسمع من الزوجه تمام، ظل راجل ولا ظل حيطه؟ طب يعني ايه ظل راجل ولا ظل حيطه؟ محدش يعني او نادرا جدا اللي بيفكر ان هو يكون على وفاق. طب الوفاق ايه بقى يا باشا؟ كلمت الناس بقول لهم مرحلة الخطوبة هي اهم مرحلة، لكن احنا بنستغل مرحلة الخطوبة خطأ. احنا بنستغل مرحلة الخطوبة خطأ، يقعد الشاب يفضل يحب فيها طول الليل وهي تحب فيه، وحنجيب عيال ومش عارف ايه، وحنبني بيت صغير، طوبة ذهب وطوبة فضة وكلام فارغ يعني. ونيجي نتكلم تمام، نيجي نتكلم يا حبيبي دور على مستقبلك تمام، وشوف انت تفكيرك ايه في مستقبلك مع البنت دي، انت البنت دي بالنسبه لك ايه؟ يعني انت دلوقتي لو اتخانقت معاها وكنت بتكلم مع حد، لو انا اتنرفزت عليها تمام، هل هي هتحملني؟ درجه تحملها هتوصل لحد فين لما اجي اتخانق معاها؟ لما اجي ازعق في وشها درجه تحملها هتوصل لحد فين؟ هي لما تيجي تزعق لي انا هستحملها لحد فين؟ لما تيجي تتعصب عليا هتحملها لحد فين؟ في بعض الناس كتير جدا تمام، لازم يكون الموضوع، وانا واحد منهم يعني، لازم الموضوع يكون خد وهات داخل البيت. يعني لو مراتك زعقت لك تمام بسبب ان انت اهملت في شيء، مش معناها ان هي كسرت رقبتك او جابت لك السيف حشته وحشت رقبتك يعني، او جابت دماغك يعني، لا، دي معناها ان انت في شيء غلطت فيه، يا اما تعترف بيه يا اما تتناقش معاها. وكذلك الامر انت لو زعقت في البيت بسبب اهمال منها او شيء هي عملته خطا تمام، هي لازم تتحملك وتعترف بالخطا وتقول لك انا اسفه، او وتدوروا انتوا الاثنين على حل للمشكله اللي انتوا دخلتوا فيها. لكن الغالبيه يا اما تلاقي راجل ديك وطول النهار زعيق 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 زعيق، يا اما تلاقي ست
تمام طول النهار صريخ 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 صريخ، ولا ده متحمل ده ولا ده متحمل ده. ليه؟ لان ما كانش فيه وفاق في الاول، كان اخدين حياتهم حب وهمي، حب ملوش علاقه بالحب نهائي. طب افضل يعني احلام، احلام وكلام مش حقيقي. وشفت حالات كتير ما بتكملش اكتر من 3 شهور 4 شهور، يا اما بيحصل طلاق يا اما بيحصل فتور، يا اما بيحصل طلاق يا اما بيحصل فتور في الحياه الزوجيه. ارجو من الناس، يعني انا اتكلمت على الازواج والزوجات، اتكلمت على العلاقات الاسريه ما بين الراجل والست خارج الفلبين وداخل الفلبين بالنسبه للعرب، واتكلمت على الزوجات وسبب ان الزوجات بيهرب منها الزوج وبيتجوز واحده تانية. النهارده انا بتكلم على الوفاق، لازم تكون انت وزوجتك متوافقين. مش متوافقين، شوف ما يكونش ليكم اهداف لبعض، يعني ما يكونش هدف عندك لحاجه. انت لو كنت عايز واحده تمام تكمل معاك حياتك تتوافق معاها، مش يكون عشان اجيب عيال، مش يكون عشان هي جميله وحلوه وعايز تبقى جميله جنبي، مش عشان اتسطر وهو يصرف عليا. لازم يكون وفاق، الاتنين متوافقين مع بعض. دي بقى تدبرها انت بنفسك. انا ما يعني ايه موضوع اللي كان اخ بيسالني بيقول لي طب يعني ايه الموضوع، قلت له يعني ايه الهدف من النهايه بالاخر، بقول له يعني الشخص يحب اللي قدامه، واللي قدامه يعني الراجل يحب مراته ومراته تحبه، مش حب لغرض، حب بدون غرض نهائي، لا اولاد ولا مال ولا اي شيء من الكلام ده كله. فبيسالني ايه معنى الحب بالنسبه لك، فانا قلت له سؤال صغير، لو ابنك اتعور فانت بتحس بالجرح ده في قلبك من جوه، ده حب. ترجمه، امك لما بتيجي تطبطب عليك تمام، او لما امك بتعيا او ابوك بيعيا او اخوك بيجرى له حاجه تمام، انت بتحس الكلام ده في قلبك. ترجم الكلام ده لكلام، عمرك ما هتعرف تترجمه، كلمه حب دي ما تنفعش تترجم. فاللي انا بتكلم عليه الوفاق والحب هو ده، ان انت تكون مع شخص متواصل معاه لدرجه ان انت تتالم لزعله هو وهو يتالم لزعلك. في الحاله دي، في الحاله دي انت كده تتجوز وانت مطمن، اي شيء بعد كده تمام يبقى ملوش اي هدف. اللهم بلغت، اللهم فاشهد تمام. وانا قلت النهارده يعني حبيت ان انا اقول رايي في حاجات، ونشوف تعليقاتكم بمشيئه الله. ويا ريت تزورونا على انا بختم يعني تمام، يا ريت تزورونا بقى على الفيسبوك وانستجرام وتويتر، و تنزلوا كلاب هاوس وتشتركوا عليه، عشان هنعمل احنا غيرنا ان شاء الله البث المباشر، لان البث المباشر كان فيه يعني ناس ما بتقدرش تقول ارائها، فكلاب هاوس الناس تقدر تخش وتقول ارائها براحتها خالص، وكل واحد يتكلم براحته خالص ويقول تجاربه ويقول كل شيء تمام باريحيه تماما. فاحنا البث المباشر نقلناه، بدل ما هيكون البث المباشر يوم الجمعه بمشيئة الله هيكون على كلاب هاوس، ممكن يعدي فوق 3 4 ساعات كمان للي عايز يستمع ليه. البث المباشر مش مسجل فيديو تمام، فيعني الناس مش اللي عايز يتكلم على مشاكل بقى اللي هو في الخليج والكلام دوت، واللي محرج ان هو يتكلم في الكلام دوت، يقدر يطلع ويتكلم براحته خالص، حتى لو بيشتغل باكونت فيك يعني يقدر يخش يتكلم براحته. شكرا لكم جدا، ويا رب تكونوا استمتعتم واكون افدتكم بشيء النهارده، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.